في عام 2011 شهدت تايلاند واحدة من أكبر الكوارث التي عرفتها في التاريخ الحديث. قتل خلالها المئات وشرد مئات الآلاف، لكن ما جعلها حدثا استثنائيا أمدها الممتد لستة شهور ووقوعها في مركز للصناعات العالمية المرموقة. فماذا حدث؟ في ذلك العام بدأت الرياح الموسمية في جنوب تايلاند مبكرا، ما أدى إلى هطول أمطار قياسية بين شهري مارس وأبريل، اشتدت وطأتها مع حلول نهاية يونيو، ما أسفر عن فيضانات واسعة في الأنهار والسدود الرئيسية في تايلاند. وصلت مياه الفيضانات التي لم تشهد البلاد نظيرا لها منذ نصف قرن إلى المناطق السكنية والتجارية والسياحية في العاصمة بانكوك، ثم تحركت ببطء لتقتحم المباني ومراكز التسوق والفنادق الفاخرة وسط المدينة، كما بلغت مطار دون موينغ ثاني أهم مطار في المدينة، كما تدفقت المياه إلى مخيمات اللاجئين المجاورة في مقاطعة مي هونغسون، حيث دمرت المئات من الملاجئ المؤقتة. أثرت الكارثة على أكثر من 13 مليون شخص فيما لا يقل عن 61 مقاطعة من مقاطعات البلاد، البالغ عددها 77 مقاطعة، حيث هرع الأفراد إلى صنع أكياس الرمل في أفنية منازلهم، لكنها لم تكن مجدية في كثير من الأحوال، فالمياه غمرت حتى أسطح المنازل، ما دفع الكثير منهم للصعود إلى الجبال والنوم في الخيام. تم إخلاء 8 مناطق في بانكوك من إجمالي 50 منطقة في العاصمة والمناطق الأكثر تضرراً على أطرافها، كما أرسلت فرق للقيام بعمليات تصريف المياه عبر الممرات المائية وإخراجها إلى البحر، لكن العديد من هذه المحاولات فشلت حيث كان التدفق قوياً جداً. مع استمرار الهطول المطري تم الإبلاغ عن انهيارات أرضية وطينية واسعة، وارتبكت حركة النقل ونظام قطارات الأنفاق، ما أثر على سبل عيش الملايين في المدينة، كما تراجعت صناعة السياحة التي تعد مركزا رئيسيا للعديد من شركات صناعة السيارات والمصنعين اليابانيين، ما تسبب في ضربة مباشرة للإنتاج والإيرادات في شركات عالمية كبرى. حتى منتصف ديسمبر كانت المياه قد غطت نحو 20% من المدينة ذات الكثافة السكانية العالية التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، فيما تصاعدت المخاوف من كونها باتت ملوثة بالقمامة والحيوانات النافقة والنفايات الصناعية. تم توثيق أكثر من 800 وفاة وتسببت بتدمير مليوني منزل، كما أثرت بشكل كبير على حياة الملايين وعلى الاقتصاد الذي تكبد خسائر بنحو 45 مليار و500 مليون دولار أمريكي، ما جعل هذه الفيضانات من أكثر الأخطار الطبيعية التي لا تنسى في تاريخ تايلاند الحديث، والأعلى في خسائر الفيضانات المسجلة على الإطلاق.